احنا ان شاء الله عزمنا على المشروع هذا، بيكون مصلى متعدد الاغراض، بيكون مكتب حق ذات المقبره، بيكون في مغتسل على مستوى حق الرجال، بيكون مشروع مصلى متعدد الاغراض مثلا، هو حق تخليف، هو حق قراءه، هو حق صلاه حق الجنازه، واذا احد المؤمنين الله يجعله في زمان المال مش عارف بيحب يحط فاتحه حق احبابه حق امه وحق ابوه، شيء جيد. بنجيب خطيب حسب الشباب اولادنا، يكون اي خطيب يبغونه يكون خطيب على مستوى على شباب مرتاحين منه، وعلى اساس احنا بنسوي يوم الخميس والجمعه في عشاء وفي قراءه وصلاه جماعه. حالة القراءة الحريمنا في بروجكتر مثلا في المصلى مالهم هناك، في بروجكتر وفي في الصالة في بروجكتر، حتى الحريم بيكون مفتوح إليهم، أي واحدة من المؤمنات تبغى تحط قراءة عادة حقه. بنسوي مكتب حق إدارة المقبرة، إدارة هالمكتب هذا بيكون حق خدمات مثلا يجي الجثة أو مثلا أهل الميت يجون يقدموا أوراق حق حجة عريكسين على أساس يتدخل في السيستم، وعلى أساس وين بيكون في تصوير حق إن حق القبر مال الأم أو الأبو أو الأخت أو الأهل، بيكون دخل في السيستم، بنسوي برنامج كامل. وبيكون مختصر حق رجاجيل خاص، بنبتدي في الهدم الحالة المختصر القديم الخدمة، ونسوي بعد مختصر جديد حديث، وبيكون مشترك، بيكون في باب في الوسط يخدم حال مفصول بروحه، خدمات ماله بروحه مال الحريم، ومرجع خدمات بروحه، حمامات ومسابح، بيكون حمام عربي انجليزي، مسبح يبغى يسبحون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.